في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من كان 2019. وانتم متشائمين ليه؟ ده سؤالي الاول لحضراتكم. في ناس كتيره جدا وانا ماشي في الشارع تقول لي يعني المنتخب اداؤه مش كويس، اصل المنتخب اداؤه مش عارف ماله، اصل احنا يعني هل المنتخب هيخرج من دور الثمانيه او من دور الستاشر؟ هل المنتخب هيصل للمباراه النهائيه ولا لا؟ ناس كتير بتسال وهي قلقانه، ناس كتير بتسال وهي قلقانه. من حقكم طبعا ان انتوا تقلقوا، لان المستوى الذي ظهر به المنتخب الوطني خلال المباراه الاولى مستوى متوسط، قد يكون في بعض الاوقات اقل من المتوسط. ولكن خلوني اقول لحضراتكم، لو تفتكروا والجيل بتاعي يتذكر ما حدث في بوركينا 1998 عندما فاز الله يرحمه المدير الفني لمنتخبنا الوطني في ذلك الوقت الكابتن محمود الجوهري. الناس كلها كانت متشائمة قبل وصول منتخبنا الوطني إلى كأس الأمم، قبل ما يسافروا أساسا من هنا الناس كلها كانت يعني ده احنا يا رب نطلع ال 12 أو ال 13. وكانت الحقيقة خطة ذكية جدا من الله يرحمه كابتن محمود الجوهري لما قال احنا هنصعد او هنطلع ال 12 او ال 13 في بطوله كاس الامم الافريقيه، ولكن منتخبنا الوطني بلاعبيه اللي اختارهم الكابتن محمود الجوهري في ذلك الوقت الله يرحمه استطاعوا ان يفوزوا ببطوله كاس الامم الافريقيه. فكركم بحاجه ثانيه، وده للجيل الاحدث شويه. في 2006 هنا في مصر بعد ما لعبنا اولى المباريات الناس كلها قالت برضه هو منتخبنا ماله؟ هو منتخبنا هيقدر يصعد؟ هو منتخبنا هيقدر يوصل للمباراه النهائيه؟ وصلنا للمباراه، كانت هنا في مصر بالمناسبه، وصلنا للمباراه النهائيه وفزنا بالبطوله. في 2008 قلنا لا مش ممكن بقى. الجمهور طلع قال لك لا مش ممكن يا جماعه، اكيد يعني مش هنقدر نكسب بطوله 2008. كسبنا بطوله 2008 بافضل اداء للمنتخب الوطني في الفترات الاخيره. في 2010 قال لك لا لا بقى استحاله. 2010 ده يعني ما استحاله ناخد بقى ثلاث بطولات ورا بعض. المنتخب شكله وحش قوي واللعيبه اللي موجوده عجزت. كنت موجود في كل هذه الظروف انا شخصيا وحضراتكم مجموعه كبيره جدا من الناس اللي بتتفرج علينا كانت موجوده في مثل هذه الظروف. قلنا لا ما يعني مش هينفع وصعب والمنتخب صعب جدا، المنتخب وحش، المنتخب كذا، اصل الكابتن حسن شحاته مش عارف ماله. قدرنا نفوز بهذه البطوله. اليومين دول انا شايف ان في جو من التشاؤم، معرفش ليه، انا شخصيا مش عارف ليه الحقيقه. بالنسبه لمباراه افتتاحيه ما فعله منتخبنا الوطني في اولى مبارياته شيء جيد، ما فعله منتخبنا الوطني في اولى المباريات من الناحيه الفنيه شيء جيد. تخيل حضرتك ان انت بتلعب وعندك النني مثلا ب 50% من مستواه او اقل، محمد صلاح ب 50% من مستواه او اقل، واحد زي مثلا مروان محسن 50% من مستواه او اقل، مجموعه كبيره من اللاعبين ايمن اشرف واحمد المحمدي 50% من مستواهم اقل، وقدرت ان انت تكسب 1-0، وقدرت ان انت تؤدي على الاقل الشوط الاول بشكل مميز. انا بتكلم بقى حضراتكم بمنتهى الصراحه، بمنتهى الوضوح. عندنا مباراه مهمه جدا بكره. انا متخيل وكل الناس بتقول لي لا احنا بكره صعب، لا انا متخيل ان بكره مباراه هتبقى المستوى اللاعبين المصريين في هذه المباراة هيزداد بنسبة 20-30%. 20-30% ممكن جدا هتلاقوا ان منتخبنا الوطني ان شاء الله يصل الى شكل مميز بكرة يعجب حضراتكم. ده التحليل الفني، يعني لما تيجي تتكلم فنيا عن المباراة الأولى هتتكلم كده، في بعض الثغرات كانت واضحة، عدم ترابط ما بين الخطوط، في كذا حاجة حصلت واتكلمنا فيها هنا في ملعب في كان 2019. ولكن التدرج الطبيعي ان انت في المباراة التانية محمد صلاح هتلاقيه افضل بكتير، هتلاقيه الشوط التاني مش هيقل بدنيا، هيبقى افضل من المباراة السابقة. المباراة السابقة لعب شوط وشوية، لا المباراة دي هيلعب شوط ونص مثلا. النني نفس الكلام، مروان هتلاقوه نفس الكلام لو لعب، ايمن اشرف او احمد المحمدي هتلاقوا مستواهم بيعلى واحدة واحدة، لان كل اللاعبين متحملين الحقيقة المسؤولية الملقاة على عاتقهم خلال هذه المباراة، المباراة الصعبة جدا جدا والهامة جدا بكرة إن شاء الله. وبالتالي أنا عايز حضراتكم، طبعا مفيش مشكلة إن كل الناس تقلق، مفيش مشكلة إن كل الناس تبقى يعني قلقانة شوية، ولكن في نفس الوقت
لازم تثق في منتخبك الوطني، لازم تفضل واقف في ظهره. انا عارف ان بكره الاستاد هيبقى مقفول بالجمهور المصري، وعارف ان الناس هتفضل واقفه ورا منتخبها لغايه اخر دقيقه، ولكن مش عايز حضراتكم تقلقوا، ومش عايز حضراتكم تبقوا متشائمين. تفائل بالخير تجده، تفائل بالخير تجده. وعشان كده انا بقول لحضراتكم تفائلوا، تفائلوا بكره منتخبنا يصل لمستوى افضل من المستوى اللي ظهر بيه في المباراه الاولى. من المفترض على فكره كرة القدم فيها كل شيء، محدش عارف ايه اللي هيحصل بكره، وكرة القدم ممكن تلعب ماتش جامد قوي وتبقى كويس قوي من الناحية الفنية ولكن تتغلب. هي دي كرة القدم، هو ده جنون كرة القدم. فعشان كده بقول لحضراتكم التشاؤم يعني مش محتاجينه خلال هذه الفترة. عايزين دايما كل ما يحصل حاجة نفكر في الطاقة الإيجابية اللي خدناها من بعد مباراة الافتتاح أو من بعد حفل الافتتاح. عندنا مجموعة رائعة من اللاعبين، عندنا مجموعة رائعة من اللاعبين، عندنا كل الأسماء ال 23 اسم اللي تم اختيارهم كلهم كويسين، كلهم يقدروا يعملوا شكل ويوصلوا بمنتخبنا الوطني إلى المباراة النهائية إن شاء الله. هو ده اللي عايزين نفكر